منتدى الأيام الحرة للتفكير والتشاور مع المؤسسات المقدسية هنا في فلسطين، تزامناً مع احتفالات اليوبيل الفضي التي تقيمها الوكالة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذه طبعاً مناسبة أيضاً لتقديم حصيلة عمل الوكالة للمؤسسات سواء في الضفة الغربية أو في القدس. رمضان في بلادنا، رمضان رمضان. مثل هذه المشاريع هي خطوات متقدمة من نشاطات وكالة بيت مال القدس، التي هي من الأصل منذ بدايتها ولغاية اليوم ومضى 25 عام عليها، يعني اليوبيل الفضي، هي إن شاء الله في تقدم مستمر، وهي تلامس وتلمس ما يهم المقدسيين من حيث البقاء والصمود والرباط في المدينة المقدسة. أن تقوم بيت مال القدس الشريف بالإتيان بفكرة لتجميع كل من له علاقة بمحبة القدس حول العالم للإتيان بأفكار ريادية نحو تعزيز وضع المقدسي الفرد والمؤسسة في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا. الكل يجمع على أن انعقاد هذه المبادرة وأي مبادرة أخرى يأتي في ظرفية صعبة وغير مسبوقة تمر منها القضية الفلسطينية. سلسلة أعمال وجهود تربط بين المغرب وبين القدس وبين فلسطين. كمؤرخ أنا أرى أن هذه العلاقة هي متجذرة من بداية الفتوح الإسلامية ولم تنقطع. منتدى هو حدث هام، وشكر جزيل موصول لوكالة بيت مال القدس على كل الدعم اللي قدمته للمدينة. بحب أتشكر مملكة المغرب ووكالة بيت المال على هذه الفرصة وعلى مساندتها ودعمها للمقدسيين في شتى القطاعات.